الرحيم، مرحبا بكم في حلقة 13 من ورق اللعب. النهاردة جبتلكوا ورق لعب جديد، هو بيجي كده فرضاني بس عشان ما استيكوا عشان الورق ما يبعصرش أي حاجة. اهو الكوين، الملكة، كبستونة، الجي، السباتي، الولد، جاك، ايس اوف سبيرت، الكي، الكينج الديناري، شايب، الجوكر، بوكر، والجوكر التاني. طبعا النوع ده ورق مش بلاستيك، فبرضو هحاول اعمل بيه الحركات التانية. مروحة، نشوف نعمل مروحة كويس ولا لا. ايه المروحة؟ ايه نعمل بيه الحركات. سوري المروحة مش بتعمل حلو أوي شكلين. عامة هو ده الورق. رب تكون الحلقة عجبتكم، إن شاء الله استنونا في الحلقة 14. مع السلامة.